عارفه الناس اللي بتعمل كده ايه، اللي بتدي ومنتظره. ايوه، لكن لو وتلوم تلوم تفضل تلوم 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 النفس لانها اللوامه دي اسوأ نفس، النفس اللوامه لا دي تلوم اللي قدامها ما هو انه يفضل يدي 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 وبعدين فجاه طخ انا بعمل وانت ما بتعمليش، انا بعمل وانت ما بتعمليش. طب بتدي ليه؟ ما هو في بقى مشكله، احنا دلوقتي ما احنا بندي ومنتظرين مقابل، ما تنتظروش مقابل من حد. لما تعملي الحاجه انت بتعملي حاجه اللي ترضيكي. اللي انا دلوقتي لقيت حد عنده مشكله انا بحلها مش عشان منتظره منه حاجه، انا مبسوطه ان انا حلتها، انا سعيده ان انا حلتها. أيوة. والله انا منتظره ده من ربنا. عشان كده بقول دايما تيجي تعملي فعل اعمليه بنيتين، نيه لوجه الله ونيه لاسعاد الاخرين، هتلاقي نفسك مبسوطه جدا وسعيده. عشان كده بقعد مع حد والاقي حد بيتكلم عن الرضا وببقى قعدته حلوه قوي. هي دايما الناس تبقى قاعده مشاكل مشاكل مشاكل، مفيش حاجه عاجباها. في ناس تقعدي ما تديكي كميه طاقه سلبيه فعلا طول ما هي قاعده. عشان كده دايما بقول لهم ايه، لما تقعدوا مع بعض ما يبقاش كل القعده بتاعتكم مشاكل. ويا ريت لما نروح العيد بعد اذنكم عند الاهل، بلاش يعني احنا داخلين عيد لكل مقام مقال. يعني انا داخله عند حماتي او داخله عند مامتي بلاش اقول لها شفتي عمل وسوى وسوى وما ذبحش وجاب لي انا مش عارفه حتى اللحمه الحته الفلانيه. ايوه يعني خلي الدخول عند الاهل دخله ممتعه، دخله مبسوطه، مش اول ما يشوف يقول لك ايه جت بقرفها ومشاكلها وعيالها ووجع دماغها. طب انا بقابل مشكله تانية لما الولاد بيروحوا ويختلطوا ببعض بقى اولاد العيله. في امات تقول لي ايه، انا ابني بياخد سلوكيات ما ب... يعني ما بحبوش يختلط باولاد العيله. ليه؟ مثلا مؤدب، بيقول حضرتك، بيقول حاضر، بيعمل بيكسر، بيعمل تصرفات عجيبه جدا وهو ما بيعملش كده، اعمل معاه ايه؟ اول حاجه لازم تعرفي احنا لازم نسيب الحبل شويه لاولادنا، بدل هو مع اطار اطفال كتيره سيبيه يجرب، سيبيه يعمل. بس بعد ما يعمل انت تاخديه على جنب وتفهميه لو فوق السبع سنين لا كنت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا، واتمنى منك المره الجايه انك تفتكر كلامي. مش مش هنبتدي نهزقه قدام الناس عشان ابين ان انا مربيه اولادي. صح، انا عندي حاجة مشكله فظيعه فعلا قدام الناس في السلايف، كتير بيغلطوا كده. حطي خط تحت السلايف، انا لازم ولادي يبانوا مؤدبين اكتر من سلفتي. لازم ولادي يبقوا باينين احسن، بيلبسوا احسن وبيتعلموا احسن. فتبتدي انت قاعده في حلقه الولاد عايزين يلعبوا وانتوا هدفكم حاجه تانية خالص للولاد. فاحسنوا تربيه الولاد قوي، لان الولاد مش صغيرين، بيسمعوكوا وفاهمينكم وعارفين انتوا عايزين ايه. ولما تكون انت مش مفهمه ابنك الصح من الغلط ومقتنع بيعمل كل الغلط بره، صح، وبيبقى يتعمد يجرحك ويكسفك. تمام.